النهارده مثلا عملنا صف مش تقيل قوي، بس ممكن قدام شويه لما هم يتعلموا الحركات اللي هي البيزكس يقدروا يعملوها في البيت، في الجيم بتاع البيت، مش محتاجين ان مدربه تبقى واقفه جنبهم او حد يساعدهم. وانس ان هم عرفوا المفروض يعملوا ايه، ممكن بعد كده يعملوا لوحدهم في البيت او يروحوا الجيم يبقوا عارفين اوريدي هم هيعملوا ايه. فالنهارده انا مبسوطه من الحماس، وكمان اتكلمنا على التشالنج فحسيت ان هم يعني اتحمسوا اكتر وعايزين يتعلموا اكتر، و خلينا نشوف التشالنج هيحصل فيه ايه. I would be surprised. صباح الخير يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ مستعدين لصف الرياضه النهارده؟ energy yes الحماس اوه كويس great. طيب النهارده هنعمل warm up بس عشان نصحصح شويه ونفوق، وبعد كده بنعمل شويه تمرينات، وبعد كده بنعمل stretch. جاهزين؟ alright يلا great. وراكم في equipment هنستعملها during the class، بس دلوقتي لما هنعمل الورم اب هنعمله من غير اي equipments. alright هنعمل بس شويه ورم اب 5 minutes كده عشان نصحصح. اوكي alright perfect. اوكي هنعمل اول حاجه تمرين بسيط جدا اسمه jumping jacks. اوكي easy from here، بفتح رجلي مع ايديا وباك باك باك easy. اوكي بنعمل 10 عدات. alright يلا 3 2 1 let's go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 perfect stop. all right احنا هنعمل بوكسينج بس هنعمله بالدمبلز اللي وراك دول. اوكي نعمل 10 عدات برضو. اوكي وبشوف ايه الاخبار معاكم. خليني اوريكم الاول تكنيك. all right ده اللي يخليكي معايا. رجلي الشمال ستيب لقدام، برضو مش ستيب كبيره ومش واقفه هنا، بس 1 ستيب عاديه. اوكي هاخد انجل شويه وهعمل بوكسينج سايد تو سايد. اوكي باخد المومنتم شويه من رجلي، مش هنزل كده بس شويه، في رجلي بتديني مومنتم شويه قوه. اوكي alright حاولي تخليها ستريت، مش تحت مش فوق، ادي شويه انرجي من عندك بس ما تبوظيش كتفك. يعني في ناس بقى بتعمل الحاجات اللي هي كانها اتحمسوا كل حاجه بس بي سيف. ما لقيتي قلم 3 كيلو 3 2 1 شمال قدام انجل. افتكروا بقى كل يعني الغيظ اللي انتم متغاظينه من اي حد في الشغل، من الصحاب، اي حاجه. اوكي عايزه اشوف الانرجي ديت. ليتس جو 10 3 2 1 بوكس 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 كم اون كم اون. رايقه 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 رايقه. اوكي بس حلوه هنبرص. يعني هو فيها شويه تويست بس مش يلا يلا 5 مور 5 مور 5 مور. انت هاديه بس شغاله يعني جامده جامده. alright perfect يا بنات حلو. حط الدمبلز على الارض. عاملين ايه النهارده؟ حاسه جسمي تقيل. جسمك تقيل اوريدي؟ انا جمعت كتير مش مجهود. اوكي النهارده احنا اشتغلنا اكتر على الرجلين، فخلينا نعمل استرتش الرجلين الاول بعدين نبدا بالايدين. حاولي تبالانس. اوكي لو مش قادرين ممكن تحطي ايديكي على كتفها، ايديكي على كتفها، ايديكي على كتفها، ترفعي رجل هي زي ما انت عايزه. احنا هنعمل الاثنين anyway. يا وحاولي تشدي على قد ما تقدري، كمان 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 لغايه ما تحسي الاسترتش هنا كوادز. حسيتي؟ هتوقعيهم؟ اوكي نبدل رجلين. لا تعي 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 الارض عشان رمله. اوكي بيرفكت 4 3 2 1. اوكي نعمل شولدرز برضو. اوكي بيرفكت الايد الثانيه ماشي. اوكي كمان كمان هنا والعكس. I think دي يعني حبه صغيرين النهارده كده عشان بس ايه نبدا اليوم حاسه ان احنا فريش. لو حسينا باي شد في رجلينا او اي حاجه
ميه سخنه ولو عايزين تعوموا كمان بيرفكت. هاف ا نايس داي يا بنات. انا مبسوطه قوي اني كنت معاكم. نشكركم على متابعه قناه تلفزيون الان على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك او سبسكرايب، وان اعجبكم ذلك لا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركه او لايك.